أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مواصلة جهودها في مجال مكافحة الفساد، وفي هذا الإطار باشرت الإدارة خلال العام 2018 نحو 63 قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها 53 قضية للنيابة العامة. تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، ويعد مناسبة لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد، خصوصا وأن التصدي لهذه المشكلة يعد مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى. احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي حددته ليكون في 9 ديسمبر من كل عام لزيادة الوعي بخطورة الفساد على المجتمعات وضرورة العمل على مكافحته والحد منه. وتحرص الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على الاحتفال سنويا بهذا الحدث الدولي الهام واتخاذه انطلاقة للحملات التوعوية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. تتطلب عملية تعزيز الشفافية والنزاهة جهدا منظما، سواء من خلال منظومة تدريبية محكمة ووفق المعايير الدولية، أو من خلال حملات توعوية تضمن وصول الرسالة الإعلامية للجمهور المستهدف، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لخلق بيئة تنبذ الفساد الذي يشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد الوطني. من منطلق الاهتمام بالموارد البشرية يتم العمل على إعداد وتنسيق البرامج التدريبية اللي من شأنها ترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المهنة. طبعا يتم ذلك من خلال توعية وتثقيف الموظفين من الكادر العسكري والمدني لتثقيفهم بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول فيها في وزارة الداخلية. كذلك يتم العمل على إعداد الدورات التدريبية في مجال التعريف بحقوق وواجبات الموظف المدني، ذلك من شأنه تثقيف الموظفين بالاشتراطات القانونية لضمان نزاهة وصحة الإجراءات الإدارية المعمول فيها. وتطبيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل مواصلة برامج النزاهة وتعزيز جهود مكافحة الفساد، يأتي التواصل مع الفعاليات ذات الصلة. بالنسبة لموضوع الفساد ومحاربة الفساد، طبعا تقاس الدول العالمية وحتى في مؤشرات عالمية في التنافسية والشفافية على مستوى الفساد الموجود في الدولة، فكل ما كان مستوى الفساد منخفض كل ما كانت الدولة تأخذ مؤشرات جدا عالية في الشفافية والعدالة والاستدامة. يمكن هذه أهم 3 مبادئ تقوم عليها رؤيتنا المستقبلية في مملكة البحرين. أنا ما راح أقول محاربة الفساد، راح أقول منع الفساد. يمكن هذه من أهم الأدوار اللي تقوم فيها الأدوات الرقابية الموجودة في المملكة. وأعتقد أن احنا في البحرين الحمد لله رب العالمين لا تسمى ظاهرة، يعني قد تكون بعض الممارسات وذلك لعدة أسباب، منها وعي المجتمع البحريني وكفاءة الأدوات أو الرقابة الإدارية أو الأدوات الرقابية وكذلك منظومة القيم اللي موجودة عندنا. يبقى التأكيد على أن مكافحة الفساد ذات أبعاد متعددة، من بينها الجانب الأمني الذي لا يألو جهدا في سبيل التصدي لهذه المشكلة، إلا أن المسؤولية المجتمعية في مكافحة الفساد تبقى الأهم في هذه المنظومة.